해드렸으면. والنهاردة كانت الجلسة وترافعنا وترافع برضو محامين أولياء الأمور والقضية القاضي حقي قال آخر الجلسة يعني إلى الآن قرار لسه، إنما هو الحقيقة بالنسبة لتحقيقات النيابة الإدارية الحمد لله وده فضل من الله كتير، إنه التحقيقات أوضحت أمور يعني أمور غريبة. يعني أنا في قضية دميانة الحقيقة شفت عدالة السماء، يعني تمجد الله في قضية دميانة بطريقة، يعني أنا فوجئت إن في تحقيقات النيابة الإدارية مثلا في واحد اسمه محمد العدوي اللي هو أبو البنت اللي أبلغت، اللي هو قال إن بنتي سمعت دميانة بتقول، أنا لقيت في تحقيقات النيابة الإدارية إن النيابة الإدارية أوصت بمجازاته بخصم مجازاة شديدة، ولما القرار راح للسيد المحافظ جزاء بعقوبة خصم 15 يوم من راتبه ليه، اتضح ان الاخ ده كتب الشكوى ووقع باسماء اولياء امور ما حدش كلفه بيها وما حدش قال له امضي عننا، يعني هو من دماغه عمل هذا البلاغ ضد دميان. الحاجة الثانية فوجئت في تحقيقات النيابة الإدارية برضه إنه في رئيس مجلس آباء أو حاليا بيسموه رئيس مجلس أمناء اسمه عبد الحميد محمد خليل أو المهم، الراجل ده بيقول إن في مدرس إن بنته قالت له، بنته في نفس الفصل اللي هو كانت فيه دميانة رابعة ثانية ابتدائي، بيقول إن في مدرس اسمه عبد الحميد بنته قالت له في مدرس اسمه عبد الحميد سالم دخل الفصل وقال لهم، ده في تحقيقات النيابة الإدارية وبالنص كده صاد 3 في مذكرة النيابة الإدارية، أوعز للتلاميذ أو أوعز للأطفال أو أوعز للطالبات إنه لو حد دخل لكم، وده مدرس في نفس المدرسة، لو حد دخل لكم قولوا له إن دميانة قالت إن البابا شنودة أفضل من النبي. حاجة ثانية كمان في تحقيقات النيابة الإدارية إن جازت مدير التعليم في المكان ده لانه تراخى في اتخاذ ما يلزم، ورغم ان 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 المحافظ السابق نقل مدير المدرسه اللي هو الراجل شهد بالحق اللي اسمه الاستاذ مصطفى لان تم نقله في حينه، النيابه الاداريه لم تمسسه بسوء ولم تصدر ضده اي جزم، بل بالعكس برأت ساحته تماما. الراجل ده الحقيقه الاستاذ مصطفى شهد الحق في حينه في ساعتها، وجاء ادى اليمين القانونيه امام وكيل النيابه، وادى اليمين القانونيه امام الاستاذ المستشار رئيس محكمه الجنح المستانفه على اساس انه ما فيش حاجه حصلت من دميان. الحقيقه هو لسه القضاء الجنائي الى الان لسه ما قالش كلمته، لكن تحقيقات النيابه الاداريه اللي انضمت الى الان تحقيقات لصالح دميانة تماما، بل بالعكس اللي أبلغوا ضد دميانة أخذوا جزاءات مشددة، وكيل النيابة الإدارية قال كده بالنص مجازاة مع التجديد. أنا بنتي بريئة وما فيش أي شيء قالته ولا أي حاجة، وأنا قاعد في سكة في أسرة بين المسلمين في محبة في البلد اللي أنا فيها، والمجموعة اللي هم اتهموها دي بعيد من البلد بتاعتي أنا ب 14 كيلو.